يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد وكل من يتابع، يا هلا بالعرفج، لقائنا الأسبوعي المتجدد مع عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج اللي معانا هالمرة من عاصمة الضباب لندن. دكتور، وصلنا احنا وياك والمشاهدين إلى فقرة مزاين الكتب. اخترت لنا كتاب تقشير لمؤلف والكاتب عبد الله المحيميد. الكتاب طبعا هذا اللي يتحدث عن القراءات في الثقافة وفي الثقافة والمجتمع السعودي بشكل عام. راح نطلع صورة غلاف الكتاب يعني على الشاشة، هذا غلاف الكتاب. نبيك تبحر بنا وتعطينا لمحة عن هذا الكتاب. طيب أبو سلمان، حنا زي ما قررنا من ما بدينا أنه التلخيص للكتاب لا يعني أنه يغنيك عن القراءة. ثانيا، الكتاب يظل وجهات نظر للمؤلفين. الشيء الثالث أنه عندما سئل العقاد لماذا تقرأ، قال لأن حياة واحدة لا تكفيني. هذا كتاب تقشير، أنا طبعا قرأته يوم كتبه الأستاذ القدير الصديق عبد الله الحميد، يوم كتبه مقالات. الكتاب له 18 سنة الآن مطبوع، بس أنا قرأته يوم كم مقالات وقرأته يوم طلع. احنا محتاجين الاستاذ عبد الله، انا من هذا المنبر اطالبه بالعوده للكتابه، لانه عبد الله المحميد ابو ظاري صاحب فكر متقدم، صحيح انك تختلف تتفق معه، لكنه اول من اشتغل على علم الاجتماع وتفتيت البنى الاجتماعيه ودراسه الظواهر في المجتمع السعودي. حوريك الان الظواهر، لكن شوف اوريك اني انا من حماسي للبرنامج جايب الكتاب معي، وجايب هذه المقاله كتبها الدكتور الصديق عبد الرحمن الحبيب أو عبد الرحمن الحبيب. هذه كتبها 2003. نتحدى أنه المؤلف نفسه الكاتب نفسه عنده هذه القصاصة. وش فيها؟ يتكلم عن وش فيها القصاصة؟ الكتاب ذا يتكلم عن ظواهر، ظاهرة الكبسة، ظاهرة الشماغ، أيوة، ظاهرة الكبسة، ظاهرة المعيارة في نجد، ظاهرة الملابس، ظاهرة الجماهير، حراثة الجسد، الوشم، القداحة، الخكري، مجموعة من المفاهيم أول من اشتغل عليها للأمانة أبو ظاري عبد الله المحيميد. أيضا أهدى الكتاب إلى زوجته، قال إلى زوجتي، إلى بدرة الروح هند السليمان. الغريب أنه صنع معها حوار، قال لها يا هند، ليه ما في مدارس، مدرسة عائشة مثلا، مدرسة خديجة، مدام المدارس الرجالية باسم الصحابة، يعني من الجيد أن نحط المدارس النسائية باسم الصحابيات أو النساء الفاعلات مثل جامعة نورة. فهي قالت له يا عبد الله، والحوار هنا مسرود يعني حميمية حتى في الكتاب، يا عبد الله هذا نوع من الاحتشام والستر، انه تبقى مرمزة. هو يشتغل عبد الله على هالناحية، يشتغل مثلا على انه ليش السعوديين متمسكين بالفقع واكل الجراد والبخور والقهوة، هو نوع من الحماية للهوية. ليش متمسكين بالكبسة؟ عشان التشتت الغذائي لما جاءهم الاكلات المختلفة من كل البلاد احتموا بالكبسة كنوع من الهوية لتجمعهم. الحقيقة الكتاب رغم أنه يمكن عبد الله نفسه تجاوز الفكر اللي فيه، لكن ما زال أسس على أشياء. تكلم عن كلمة تكروني، إيش معنى تكروني؟ إيش معنى لما يحطوا لك معيارة في نجد؟ معيارة باختصار في نجد هي عبارة عدم التخصص. أذكر كان فيه بريدة واحد يلبس لبس حلو كذا، فسووا له معيارة سموه شخصيات، يحطمونه أي واحد عنده ميزة يحاولون يحطمونه بالمعيارة. طبعا هو درس المعيارة ومعتمد للأمانة على فكر الاجتماع الفرنسي، معتمد عليه عبد الله، وظفه توظيف جميل. الكتاب طبعا غير متوفر، لكن أيضا حاول يجمع بين القديم والحديث. يقول أنه عن جد والله يرحمه، يقول جدي ما زال على قيد الحياة، يقول كساكن في بلدة اسمها العاقول، هذه عن بريدة 10 كيلو، وسمع انه سياره مرت، اول مره تيجي السياره مرت من عند قريتهم، فراح يقول يشوف جره السياره، هو خايف يعتقد انه فيها شيء يخوف. يقول بعدين صمم انه يروح يشوف السياره، فقالوا له في سياره بعنيزه، فراح شاف السياره ورجع. لما جوا عيال الحاره يسالونه كيف السياره، قال لهم والله هي اكبر من الصندوق اللي تحط فيه امي ملابسها. قالوا احنا ما نعرف، طيب الصندوق اللي تحط فيه امك ملابسها؟ قال يلا تعالوا. يدخلهم البيت ويهري عيال الحارة صندوق أمه، قال زي الصندوق ذا السيارة قده 3 مرات. طبعا يتكلم عن الصدمة الحضارية اللي جت. الكتاب الحقيقة كبسولات عبارة عن 30 مقال، لكنها ملخصة أنا أعتبرها نواة لدراسة الفكر الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. طيب يعني من تقول الكتاب يعني من ذاك الوقت إلى الآن، يعني إيش اللي تغير طيب في المجتمع السعودي؟
والله تغير كثير عبد الله الآن إن شاء الله أنه يعني يكون رجع من أمريكا. أنا آخر عهدي فيه أنه في أمريكا أبو ظاري، لو رجع الآن يلقى ظواهر كثير. أكيد عبد الله استفاد من تجربته في أمريكا ودرس، هو للأمانة فسر أشياء ما حد يفسرها إلا عبد الله. ليش الدندش؟ تكلم عن دندشة السيارات، قالت السيارة أول ما جت الناس خايفة منها، فبدأوا يكحلون عيونها، يحطون لها طيور، يحطون لها كذا من باب التأنيس. السن السافع عبارة عن غطى لها، تأنيس السيارة. أيضا تكلم عن الحجامة، هو طبعا عنده عبد الله أحيانا أنه يشطح مثلا حجامة، هو يقول أنه الرجل يحاول أنه يشتهي يكون مرأة فيروح يحتجم، لأن المرأة يطلع منها دم فهو يطلع يبغى يطلع منه دم. بس جيد، هذا الإنسان اللي يعمل هو اللي يخطي. عبد الله عنده بعض الأشياء، لكن للأمانة الكتاب أنا أعتبره في علم الاجتماع السعودي الآن ما طلع أحد كتاب يتجاوز هذا الكتاب. يكفي أنه تكلم يمكن عن 50 ظاهرة وهو الكتاب كله 70 صفحة. تكلم عن مفهوم حنس، تكلم عن مفهوم طرش البحر، تكلم عن أشياء كثيرة أنا ما أقدر أحصرها ب10 دقائق. لكن أنا بالنسبة لي قرأت الكتاب قبل 10 سنين وقرأته هالمرة، الحقيقة كل ما أقرأه أجد أن عبد الله يعطيني فائدة كبيرة. المقال بعد أول من كتب عبد الله حاجتنا لدراسة الفلسفة، قال إنه المجتمع السعودي هذا قبل 25 سنة بحاجة لتقرير مادة الفلسفة. تكلم عن الإبداع، أيوة، قال إن المجرم والمثقف كلهم زي بعض، بس هذا يسوي أكشن في السرقة وهذا يسوي أكشن في الثقافة، هذا عنده إبداع وهذا عنده إبداع. مفاهيم كثيرة تختلف أو تتفق مع عبد الله، لكن يظل أبو ظاري من أبرز الكتاب في علم الاجتماع. أسأل الله أنه يرجع لنا بأسرع وقت ويبدأ يشتغل على الظواهر، وظاهرة الواتساب وظاهرة جمعة مباركة وظاهرة دعاية الصباح والمساء.